أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقائنا مع الطبق الرئيسي حيبقى الدجاج المندي. نشوف مع بعض الطريقة. أرز المندي بالدجاج: 4 كوب أرز بسمتي، ملعقة صغيرة زعفران، ربع كوب ماء ورد أو ماء، 4 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 2 كيلو دجاج، 2 عود قرفة، 4 ورق غار، 10 حب هيل صحيح، 10 حب مسمار أو قرنفل، 10 حبة فلفل أسود، 2 قرن فلفل أخضر مقطع أنصاف، 2 ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة بهار مشكل، كوب مكسرات وزبيب مقلي، قطعة فحم للتدخين. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنعمل اليوم من الأطباق المشهورة واللطيفة، وفي ناس كتير بيحبوا ياخذوه من المطاعم. طبعا احنا ممكن نعمله في البيت بس نتحايل شوي، لانه هو لازم ينعمل طبعا بالفحم اللي بنحفر له في الارض وفرن خاص زي ما بنسميه، ولكن احنا بدنا نحاول نقرب هالطريقه. هحتاج مقدار من الرز البسمتي، ممكن 3 كوب 4 كوب، بتقللوا تكتروا على حسب الرغبة. 4 كوب على دجاجتين أعتقد معقول الحجم، ولكن ممكن تتحكموا أنتوا في المقدار على حسب رغبتكم. عندي هون الدجاج، ممكن قطعه إلى نصين أو 4. الدجاجة إذا قطعناها نصين بيبقى شكلها أحلى على طبق التقديم، ولكن حسب سهولة ست البيت في المطبخ وسهولة حركتكم، لأنه كل ما كبرت كل ما تحتاج شوية فن أكثر في التشويح. هبتدي الوصفة بتحمير شوية بصل. هسخن شوية زيت في الأول، زيت ذرة أو سمنة أو زيت دوار الشمس. أنا دائما بكرر الاختيارات عشان في بعض الوصفات بنفع نغير، في بعض الوصفات ما بنفع نستبدل دهن بدهن آخر. يبقى سخنا شوية زيت ونضيف البصل المفروم. هخلي البصل يدبل عندي شوي، ما بدي يتغير لونه، مجرد هالتحمير الخفيف. وبعد هيك ابتدي اجهز عندي الدجاج. هخلي قريب جنبي، والدجاج ححمره تحميره خفيف، يعني تشويحه هي. وبنفس الوقت اخلي عندي طبق اخر، لانه حسب الطنجره اللي عندك اذا فعلا بتاخذ الاربع دجاجات مره واحده او لا، فحخلي هون عندي وعاء اخر لأنقل فيه الدجاج. أنا مجرد بس تطلع عندي ريحة البصل ببتدي أحط الدجاج، وخلوا بالكم إنه البصل حيستمر في التحمير، فما بدي ينحرق أثناء ما أنا بشوح فيه الدجاج. هنحط نص دجاجة بالطريقة هاي ونص كمان، ونستنى لثواني بسيطة هيك، وبعد هيك بقدر أقلبها مرتين ثلاثة على كذا وش لغاية ما تأخذ لون ذهبي، ونشوف بعد هيك الخطوة الثانية. هلا بس مجرد ما تتشوح عندي شوي الدجاج حشيلها واكمل طبعا بقيه المقدار.
حبتدي هلا اضيف فصوص الهيل اللي هي طبعا احنا عندنا البهارات الصحيحه وورق الغار وشويه كبش قرنفل وشويه فلفل اسود، وبعد هيك حغمر الدجاج بمقدار كافي من المي. بسم الله. هغطي طبعا الدجاج واسيبه لحوالي ساعة لربع لغاية ما يستوي، وبيكون شكله عندي بهذا الشكل. طبعا كأني عم بسلق أنا دجاج هلأ، عادي جدا الوصفة، أعتقد أنها تبقى عندكم واضحة. حبتدي هلأ أشيل قطع الدجاج وأحطها في صينية فرن وأدخلها الفرن لغاية ما تتحمر. هشيل قطع الدجاج. ممكن طريقة التحمير طبعا إذا حبيتوا تمسحوها بطبقة خفيفة من الزعفران، نفس الزعفران اللي احنا هلأ هنستعمله لوش الدجاج، احنا نقعنا شوي في مي أو ماء ورد على حسب ما بتحبوا، مسحة خفيفة. أو إذا حبيتوا في طريقة كتير لطيفة نمسحه بشوي من معجون الطماطم أو شوية زبادي، هذه كليتها أفكار بتقدر ست البيت على حسب المتاح عندك، ولكن هون الزعفران حيعطيكم لون كتير لطيف. يبقى حنحط قطع الدجاج، طبعا خليني بس اقلبها على الناحية الثانية بالطريقة هاي، وبدخلهم الفرن ونكمل طبختنا على كمية المرق الموجودة عندي. هون قرون الفلفل المقطع فقط انصاف، وحضيف هلأ الرز، رز منقوع ومغسول طبعا كويس، وحضيف البهار المشكل. احنا على الدجاج نفسه اضفنا فقط البهارات الصحيحة، وهون حنضيف البهار المشكل حسب نوع البهار اللي انت حابة تستعمليه، وطبعا حنضيف كمية من الملح. وفي اثناء ذلك انا يعني مجرد ما ابتدي احط الرز على النار ابتدي اولع الفحم، طبعا مجرد اني الفحم العادي، ارجو انكم تستعملوا هذا الفحم مش الفحم اللي بيبقى صناعي، مجرد ححطه على طرف الغاز واولع تحته في منتهى البساطة. احاول اخليه يصير احمر شوي، هي الوقت سلق الرز مناسب جدا لبداية توليع الفحمة. هلأ حسيب الرز ياخذ غلوة على النار قوية جدا لغاية ما ينشف عندي، وبعد هيك نشوف خطوتنا الثانية. أعزائي المشاهدين، بعد ما استوى عندي الرز، يعني قبل ما بدي أشيله بحوالي بضع دقائق، بوزع على وشه الزعفران وباخذ قطعة من ورق الألمنيوم وبخليها بس هيك في نص الرز بهالطريقة، بحط عليها قطرات من الزيت، أي زيت ذرة، زيتون، أي إشي موجود عندك. والفحم عندي جاهز، باخذ الفحم ومباشرة بحطه فوق الزيت بهالطريقة. بيبتدي الفحم طبعا ينحرق ويعطيني كمية وفيرة من الدخان. مباشرة بروح بقفل على الدجاج بهالطريقة، اقصد على بقفل على الرز بهالطريقة. هاي طريقة رقم واحد عندي. الطريقة الثانية اني احط قطع الدجاج على الوش عشان برضو تاخذ من ريحة الفحم، وخصوصا اذا انا حمرتها بالفرن واصبح لونها هيك ذهبي لطيف واخذت ريحة الفحم بيبقى طعمها رائع جدا جدا. مجرد ثواني او يعني هيك دقيقة دقيقتين وبروح شايلة طبعا الرز عن النار، ونشوف هلا طريقة تقديم الرز المندي. طبعا عندي هون انا طبق جاهز للتقديم بأي تشكيلة من المكسرات حبيتوا تقدموه على حسب الرغبة. بناخد لطيف جدا بيبقى مع الزبيب، بحب أنا طعم الزبيب هيك معه، وشوية صنوبر، أي نوع من المكسرات، ممكن الكاجو برضو بيبقى لطيف مع هيك أطباق. عنا شوية زبيب، وأنصاف اللوز المقلي، يبقى طبق المندي هيك جاهز.
إن شاء الله هالطبق يكون عجبكم وتستمتعوا فيه على مائدة الإفطار. شوحنا البصل وأضفنا الدجاج، شوحنا لبضع ثواني، أضفنا البهارات الصحيحة والمي وسبنا الدجاج ينسلق. بعد هيك حطيناه بالفرن غلينا المرق، أضفنا له الرز والبهارات والفلفل. بعد ما استوى الدجاج حرقنا الفحمة وأضفناها للتبخير.